من جديد أيضا نرحب بكم مشاهدينا الكرام في الشقة الثانية من موضوع الظهيرة لنهار اليوم المتعلق باليوم العالمي لسرطان الطفل، القضاء على العادات السيئة من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا. معنا عبر خدمة الهاتف الدكتورة محفوظة ليلى رئيسة مصلحة جراحة الأعصاب بمستشفى زميرلي. أهلا بكم سيدتي، مرحبا دكتور. أهلا بكم. يا أهلا. اليوم ربما في كل جسد من جسد أو من أجسام الإنسان فيه نسبة للسرطان ممكن أن نطورها من الصغر، من مع أطفالنا يعني مع أبنائنا، بعادات سيئة جدا. وبمناسبة أنكم رئيسة مصلحة جراحة الأعصاب، سرطانات المتواجدة في أعصاب الأطفال ربما قد تكون من عادات سيئة نورثها نحن الكبار لأبنائنا. لو نتكلم عن تحفيزات السرطانات الطفل، سرطان الطفل اللي يوجد في المخ 70% منهم في المخيخ، يعني جاي في خلف الرأس في الدماغ. كاين احصائيات تقول بلي هذا لا ديرنيغ ديسيني تكاثر بزاف ورم المخ عند الاطفال من كي قلتيها سوء العادات دون لو كوتيديان دون لاليمونتاسيون ليكسي دو سكر لي جو اندستريال كي تقراي تشدي نيبورت كال ليست دانغريديون تاع لي جو اندستريال ولا كاع لي برودوي اليمونتيغ هاد اندستريال تقراي ليست انترمينابل سي كري ان بوتي تاع لي زاديتيف لي يديروهم في هذاك لو برودوي اليمونتيغ كي سون نوسيف كي سون توكسيك بور لو سيرفو. كي نحوسو نبحثو تدي في انترنت تروحي تحوسي تفهمي هذوك لي دو افيك دي شيف فوز افي اون فول دانفورماسيون كي دون فخوا دون دو عندك ل ل ل ل ل ديزانفورماسيون كي سون توكسيك بور لو سيرفو كي في كو تكاثر بزاف الورم عند الطفل الصغير وما فيقولوش. كاين بزاف اولياء ما يفيقوش بلي وليدهم عنده ورم، علاش؟ على خاطر سايفولي دو فاسون سورنوس شي لونفون ولا سيمبتوماتولوجي يعني الاعراض اللي يبانو عند الطفل الاولياء ما يفيقولهاش. خاطر الاعراض تاع الطفل ماشي كيما تاع واحد كبير. الطفل ما يعرفش يهضر، ما يعرفش يقول، ما يعرفش يشكي، ما يقدرش يقول لك راسي يوجعني. بصح الاولياء يفوا تخاطاتيف لو كومبورتمون دو سي زونفون، يشوف الطفل يلعب شويه وراح يحط راسو على الخده، هو ماهوش راقد، هاد باكي يحط راسو خاطر يوجعو، توجعو كرشو، يحب يتقيا. ويجي التشنج، التشنج سي دي كريز ديبيليبسي، وهنا تاني لازم الاولياء يردوا بالهم بزاف، خاطر التشنج عند الطفل الصغير ماشي كيما التشنج تاع الكبير. الكبير نعرفوا التشنج تاع هذاك يتخبط ويخرج له الغاوي من فمه ويطيح، سي اون كريز كي سبيكتاكولير، يتخبط للناس لونتوراج لا فامي تاعو ما حيرانين واش صرا، هو يفطن كي يفطن ما يشفاش واش صرا، بدا يتسائل واش كاين وراني وعلاش جبتوني في السبيطار. بصح الطفل ما يفيقولوش خاطر التشنج نتاعو يقدر يكون غيثان. شحال من خطره كي يلحق المريض المصلحه وراح يديروا له العمليه نسالوا الاولياء نقول لهم كيفاش كانت تديروا لا كيس، يقول لك لا لا، نقول لهم بصح لا كيس ماشي لا كيس كيما تاع الكبير، اسكو كان يغيس؟ اه وي، يقول لك صح كان يغيس، نقعدوا حتى نعيطوا له شحال من خطره باش يدور عندنا. هذو التشنجات اللي لازم الاولياء ما يعرفولهاش، لازم يردوا بالهم عليها. اليوم دكتورة ليلى نتحدث عن النظام الغذائي وكذلك نتحدث عن التشخيص المبكر للسرطانات، هل اليوم في الجزائر نحوز على الكشف المبكر أو أجهزة للكشف المبكر عن سرطان لدى الطفل حتى قبل أنه يكبر ويتعرض لكل هذه الأعراض التي تحدثت عنها، الصرع وغيره من ألم الرأس وغيره؟ اليوم هل يعني يمكن في الجزائر أن نشخص هذا المرض عند طفل صغير لا يمكن أن يشتكي ولا يمكن أن يعبر بصريحة العبارة عما يشكو منه؟ وي دوك اليوم الإمكانيات تاع التشخيص كاين في بلادنا، ماهوش مخصوصين
والاطباء كاين دو توتي سبيسياليتي، لازم الاولياء يردوا بالهم باسكو كي يعود الام ولا الاب ردت بالها الحاجه كما نقولوا لهم الطفل كي يعود ديجا راهو يمشي عنده في 4 سنين 5 سنين راهو ديجا يمشي لا ديجا اكي لا مارش راهو سوبيت مون تلقاه يطيح راهو يمشي يلعب في الدار او خبط راسه مع الحيط او خبط راسه مع الباب مع الطاقه معناتها لازم يتحيروا واش معناتها سواء ما يشوفش مليح راهو مخصوص في النظر خاطر كاين نوع من الورم في المخ ياثر بزاف على العينين ولا هذا الطفل الى يدخل دو ليكيليبر ما يشدش روحه ما يشدش روحه كاين تانيث في المخ في المخيخ المضرب اللي ياثر على المشيه المشيه لا فاسون دو بو لا مارش دونك الى ان ديزيكيليبر اكثر راهو يطيح بزاف دوكا كي يعودوا ردوا بالهم لهذ الاغراض هذ المشاكل اللي يبانو يروحوا عند الطبيب سي فغي جينيرالمون يبون شي بيدياتر علاش لو بيدياتر حنايا كي نتلاقاو في المؤتمرات اون سونسيبيليز نو كونفخيغ بيدياتر نقولو لهم كي يعودوا الطفل راه بيتقيه ولا وجعاتو كرشو ما يعرفش يهضر يقول يعني راسي اذا في تو ان تريتمون سيمتوماتيك دوا ادويه لي بور سولاجي لي فوميسمون اي بور سولاجي لي مو دو فونتر يومين ثلاثه اذا ما جابتش نتيجه لازم نديرو التحاليل واحد اخرين لازم نديرو راديوات واحد اخرين نديرو اون اي ام سيريبرال كاريمون وياما ياما لقينا اورام في المخ عند الطفل اللي واحد ما تاقلو وعلى ذلك الورم مرض خبيث ويتكاثر بسرعه صح. ويا للاسف يا للاسف يجينا تري سوفون يلحق للمصلحه في حاله يرثى لها وكما نديروا العمليه ونحيوا الورم ومع ذلك فيها علاج واحد اخر كيماوي هادو كيميوثيرابي وكاين بزاف اللي شفاو من هذا الورم كاين عندنا اطفال انا تبعوا فيهم ولاو سي دي جون هوم اي جون في دكتورة ليلى محفوف كذلك عادة للأسف عادة سيئة ما زلنا يعني نورثها لأبنائنا وهي إعطائهم الهاتف النقال اللي عنده أضرار كبيرة ممكن تؤدي حتى بالسرطان ليس فقط من الهاتف ولكن حتى من الشاحن الذي يشحن ذلك الهاتف للأسف مدى بنا نتحدث على هذه النقطة الأساسية جدا في عادات السيئة اللي نورثوها واللي نكسبوها لأبنائنا صح كاين انا نشوفو في من العادات السيئه الطفل ديجا لاج دو دوزون عامل في عمرو نعطو له الموبيل الناس تمدلو الموبيل وهو خلاص له باسكو راهو يلعب وراهو يشوف دي سانيني راهو شاف خلاص له الشحن راهو يبرونشي له ويخليه يشوف ما نخليه يشوف ولا يهضر مال في التليفون كسوا الكبير ولا الصغير ان تليفون كي برونشي ونهضرو به سي سون دي زوند كي سون ديليتير بور لو سيرفو يضرو بزاف المخ هنا ما بين العوامل سي دي فاكتور فافوريزون دي فاكتور ديكلونشون دي تيومور سيريبرال كيف يتم ربما التكفل على مستوى مصلحتكم بالأطفال اللي يحملوا سرطان المخ أو ورم من الأورام الخاصة بالرأس أو بالمخيخ كما ذكرتي دكتورة محفوف نعم كي يجونا في المصلحة يجيبوا لك راديوات يجيبوا لك تحاليل ونجيو جينيرالمون الاولياء يجيب مع باباه وماه وحنا نقراو هذاك الكونترول دو تاع النيران شحال صعيب علينا بزاف باش نقولوا بلي وليدكم عنده ولا بنتكم عندها ورم في المخ وحنا نقراو في التحاليل وتشوفي كيفاش في التساؤلات لي كيستيون في عينيهم واش كاين انا بقينا دوك باش نقول لهم كيفاش ماشي حاجه سهله غير تقولي له عنده ورم في المخ ولازم له عمليه تشوفي يعني كيفاش يتخاطروا بيناتهم شوفي التساؤلات في عينيهم يسون ابوري خايفين ونقول لهم احنا نحوسوا كيفاش نبسط لهم الامور ونقول لهم فوالا كاين ورم راهو صغير في لونفون الى بوزا ريباراتور اكستراوردينار ماشي كيما واحد كبير في السن عنده ورم لازم له عمليه في راسه وماشي حاجه سهله للاولياء ماشي حاجه سهله لينا ماشي حاجه سهله للطفل الطفل باش ديروا له برا بالسيف على روحي في فتحي له راسو ديري عمليه وراه يتوجع يومين ثلاثه باسكو يوجع له راسو بعد العمليه ماشي حاجه سهله كاين حاجه صح معاودتنا بزاف حنا اون طونك سوم دي كونفيسيون ميزيلمان سي كو سي با باسكو اوني با فاتاليت ما نتقبلوش الموت
اوني دون اكسبتاسيون نقولوا قضاء الله وقدره. هذا نعاوننا بزاف الاولياء. السؤال تاع الاولياء هو السؤال الاول اللي يقولوا لك كنا نحتاج غلطنا باش قصرنا على وليدنا ولا بنتنا. حنا نقول لهم لا لا ما قصرتوا في حتى حاجه، هذه حاجه الله تعالى درتوا لي عليكم، دوك حنا نديروا اللي علينا ونتكي على ربي سبحانه، ثقتنا بالله ليس لها حدود. نعم. طيب بالنسبة للمرافقة كذلك دكتورة، بالنسبة للمرافقة النفسية للمصاب بالسرطان هذا من جهة، وثانيا الكثير والكثير من يعني الأولياء يشتكون من غياب أدوية السرطان اللي أثرت وأثرت كثيرا، ربما ضعفت المعاناة بالنسبة للأولياء أكثر من المريض بحد ذاته. يعني حقيقة احنا المرضى للأطفال اللي درنا لهم العمليات في المخ وخرج ورم كان علاج كيماوي عند الطفل الصغير غادي ثيرابي شوية مازال باسكو سون با يسون بلان كرواسونس سي ديليتير، مي شنو العلاج الكيماوي لازم له. بصح ما تلقيناش يعني صعوبات كبار، ما مشاكل كبار فيها، خاطر دوك داروا دي سونتر دونكولوجي دون توت لي ولاية. ولازم تعرفي باللي نقدر نقول لك 40% من الاطفال يجونا في الورم راهم يسون دو كرون سود من الصحراء من كاع الولايات تاع الجزائر. مي كثروا داروا بزاف لي سونتر دونكولوجي، وحنايا بيرسونيلمون دو مون سيرفيس ما تلاقيناش، حنا نديرو لهم الكوارث ونعطيوهم التحاليل ويروحوا كل واحد يروح في ولايه يسون دو تريتمون ادجوفون. دكتورة محفوظ، ربما في الختام ما هي كدكتورة قد تقدمينها للأولياء، ربما كذلك عامل مهم جدا وهو إبعاد الطفل عن دائرة القلق والخوف، وهذا يلعب عامل أو يعد عامل مهم جدا من أجل صحة أبنائنا. بغي هنايا باش تعرفي لونفون الطفل سي ني با نادولت اون مينياتور، ماشي انسان كبير هو صغير، سي الطفل هو طفل سي اون ايبونج إلى بسون دو تو، يعني تاع لو ميليو لا سيلول فاميليال المكان اللي تربى فيه يأثر بزاف. بيان سور كيعود دون اون فامي كي ايكيليبري وين يا لو بابا لا ماما إلي أنتوري دو توندريس إلي معناتها كاين حنان كاين إمكانيات كاين، مي سي نورمال تأثر على المونتال لا سانتي مونتال دو سيت انفون لا. على جهاز ولازم نقولوا الأولياء شاك فوا إيفو ريستي أتونتيف أفو زونفون، نسمعوا ولادنا لازم تسمعوهم، لازم تشوفي اش كامل حاجة. بعض الطفل ما يعرفش يشكي، كنا ما يعرفش يقول وجعني راسي ولا وجعني هذه، لي فو ريستي اتونتيف، يشوفوا الكومبورتمون تاعو تاع المعاملة تاعو، الطفل اللي ما يهدرش، شاد بلاصة، ما يلعبش، ما عندها كاينة حاجة، خاطر الطفل زادي اللي فيه بو بوجي، اللي ني بو بوجي، اللي ني بو تاميزي، اللي ني، دونك يفو ريستي اتونتيف، هذه الأولياء وحدة لازم تكونوا اتونتيف في كومبورتمون دو فو زونفون. هي اصلا الملاحظات البسيطه هي التي بامكانها انها تخرج ذلك الطفل في اسرع وقت، يعني التشخيص المبكر يبدا من منزل، يبدا من الاسره، يبدا من الوالدين. اكزاكتومون هذه هي. ان شاء الله كل خاطر ما قلت لك الطفل ما يعرفش يهضر، شوفي الطفل راهو يطيح بزاف، شوفي الطفل راهو صفر ما ياكلش فقد الشهيه، الطفل راهو شاد بلاصتو هكا ما يلعبش مع خوته ولا باش الدراري كيما هو شاد روح يدور شويه يحط راسه، يكون ريستي اتونتيف وكومبورتمون دي زونفون، خاطر كيعود في هذا ليستاد الورم يتكسر بسرعه، كيعود في هذا ليستاد الاولياء يروحوا يشوفوا طبيب وطبيب يطلب التحاليل والتحاليل بعد الراديوات ويشخصوا المرض. كاين مرضى جاونا في وقت مناسب والله غير يعني الحمد لله يديروا العمليه يخرجوا فرحانين. كل فرحانين كل عمره ما مرض. نعم، كل توفيق لكم دكتورة ليلى محفوف في مهمتكم، قبل أن تكون كما ذكرت مهمة مهنية هي مهمة إنسانية، لأنه التعامل مع الأطفال غير كل يعني تغيير عن
التعامل مع الكبار، لازم لهم مرافقة نفسية كبيرة جدا، ولازم لهم كذلك صبر كبير، لأنه احنا الكبار ونخاف ربما من حقنة أو من ألم بسيط، فكيف بحال جسد صغير تنهكه المواد الكيميائية التي يعالج بها. نشكرك جزيلا الشكر، كل الشفاء للمرضى وأطفال المسلمين وأطفال العالم جميعا. مشاهدينا الكرام، فاصل ونستهل أخبار الاقتصاد.